السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا في كل مكان. صباح الخير عليكم وصباح الصحة، صباح جمعة مباركة عليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير والبركات. النهاردة في الفقرة الأولى من برنامج صوت بلدنا فقرة جبر الخواطر، معايا الأستاذ المحترم محمد سيف مؤسس مجموعة جبر الخواطر بفاؤوس، ومعايا أيضا الأستاذة الإعلامية دعاء عبد الفتاح مديرة مكتب الشرقية اللي بتقدم لنا فقره جبل الخواطر كل اسبوع في برنامج صوت بلدنا. صباح الخير يا دعاء. صباح الخير يا دكتور طارق، صباح السعاده عليك، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. صباح السعاده، صباح الصحه، صباح الجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. اسعد الله صباحكم كل جمعه وحضراتكم بخير. معايا النهارده فقره جبر الخواطر مع ضيف حلقتنا الاسبوعيه الاستاذ محمد سيف، اللي بنتكلم فيها كل اسبوع عن جبر الخواطر في كل حاجه. النهارده الاسبوع اللي فات تنوهنا على مستشفى فاؤوس العام وقلنا هنتكلم على مميزات وعيوب. طبعا عندنا مميزات اكتر من عيوب، فمعاكم الاستاذ محمد ابو سيف هيكلمنا على مستشفى فاؤوس العام. اتفضل يا فندم. صباح الخير، صباح الانوار دكتور طارق، استاذ دعاء، كل جمعه وحضراتكم بخير، جمعه طيبه عليكم ان شاء الله. احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن مستشفى فاؤوس العام، هنتكلم عنه النهاردة. يعني انا بناشد السادة الاطباء في مستشفى فاؤوس، يا جماعة حطوا ايديكم في ايدين دكتور محمد عرفات. دكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاؤوس من افضل الشخصيات المحترمة استاذ دعاء، وحضرتك تعرفيه على المستوى الشخصي طبعا. الراجل ده انا قعدت معاه، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، بيدير المنظومة في المستشفى كويس جدا، بس في بعض التقاعس من بعض الاطباء وبعض التمريض. انا شفت ده بعيني وكلمت الدكتور محمد عرفات في هذا الامر. طبعا هو اتخذ اجراءات قانونيه ضد هؤلاء، استجاب. بس طبعا الراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله عليه، راجل شغال، راجل كويس. اتمنى من الساده الاطباء الامتياز اللي في المستشفى، خدوا بالكم من الدكتور محمد عرفات، ما توقعوش الدكتور، الراجل شغال، الراجل نشيط، الراجل كويس. الساده التمريض الممرضين يعني محدش ياخد قرار فردي منه لنفسه. عندك مدير المستشفى، ما ينفعش ان انا اقول لمريض روح هات حاجه من بره من غير ما ترجع لدكتور او ترجع لمتخصص يقول لك روح هات حاجه. لا، ما تقولوش كده. حد عايز دم روح بره، ما انت عندك جوه سرنجه، ما انت عندك جوه. ما ينفعش ناخد قرارات فرديه. فانا بقول للدكتور محمد عرفات، يا دكتور خد بالك من هؤلاء. انت شخصيه محترمه، لك كل الاحترام والتقدير، وانت ما قصرتش معانا، قعدنا معاه في المكتب ووضح لنا كل الامور يعني باستفاضه. استاذ محمد سيف، البنك المستشفى فاؤوس العام اللي انا عارفاه على المستوى الشخصي، نعم، ان البنك الدم فيه دم من في ثلاجات بعيده عن المستشفى خالص، من جمعيه رساله وجمعيه صحبه خير، في ثلاجات محطوطه. يعني انا اكتر من مره رحت جبت دم، استجابوا على طول ليا وادوني الدم اللي انا عايزاه. ده بعيد المستشفى خالص. تمام. ده بعيد المستشفى، ان في ثلاجات من جمعيه رساله وجمعيه صحبه خير، نعم، محطوطه للطوارئ والحالات اللي هي احنا نعلم ذلك، والحالات اللي هي مش قادره ان هي تجيب دم من بره. انا بتكلم في كده، بس انا بتكلم بيكون في مريض داخل معاه حاله، يعني حد داخل معاه حاله يقول له ما فيش دم، روح هات دم من بره، هات متبرعين. طب انت عندك بنك دم زي ما حضرتك بتقولي كده، توجه له وهات دم، بدل ما انت تقول روح هات من هنا ومن هنا وتخلي المريض يتوه، ما ينفعش. وفي حاجه كمان يا استاذ محمد، حضرتك عايز تتكلم على مكتب التاهيل فاؤوس، والاهمال اللي فيه جامد جسيم، يعني لذوي الاحتياجات الخاصه. لما حد يروح يعمل ورقه ولا حاجه، عرفت من حضرتك قبل تصوير الحلقه ان في اهمال شديد خالص في مكتب التاهيل. جدا. وان حضرتك شفت ده بعينك وتابعت وصورت وكنت على ارض الواقع وشفت، ما بتتكلمش كلام كده. طبعا. أنا بس بناشد الأستاذ هاني زغلول رئيس مكتب التأهيل بفاؤوس. يا أستاذ هاني، يعني بص بعين الرأفة والرحمة والإنسانية لذوي الهمم، ما ينفعش يجي من آخر الدنيا يجيب عربية بالشيء الفلاني ويجي لك وتبعته في مكان تاني، أو بعض الموظفين عندك في المكتب. ده إهانة، ده ذل. ذوي الاحتياج. محمد، مستشفى فاؤوس المركزي، وصورة الدكتور محمد موجوده معانا عشان محمد عرفات. اتفضل. واخده بال حضرتك؟ فطبعا ما ينفعش جاي لك من اخر الدنيا عشان يعمل ورقه ولا حاجه تلففه فؤوس كلها، تلففه الشرقيه كلها، ما تخلص له. ما انت عندك المريض قدامك من الدرجه الاولى، ما هو جاي لك ليه؟ عشان انت تقرر
ده درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، بتمطوحوا ليه؟ احنا لو بصينا للحاله اللي قدامنا بعين جبر الخواطر وبعين الرأفة وبعين الرحمه، هو مش هنبهدل الحاله اللي قدامنا كده. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذه، ده جبر الخواطر. ده شغلنا كله جبر الخواطر، واخده بال حضرتك؟ فانا بقول يا استاذ هاني، بص بعين الرأفة لهؤلاء، بلاش نمطوح فيهم، بلاش نمشور فيهم. الناس تعبانه النهارده، الناس بتجيب الجنيه بالعافيه عشان يجيب عربيه ب 100 جنيه عشان يبص على ورق لابنه، ما تخلص له، ما هو تعبان خلصان. واحنا في زمن يا استاذ محمد لازم نهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، ده من اولويات سياده الرئيس. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا طبعا في كل مؤتمراته ان احنا نهتم بذوي الهمم فعلا. عندنا يا دكتور طارق والله اهمال جسيم في مكتب التاهيل ده، حتى انا بعت رساله امبارح كلمت فيها الاستاذ هاني زغلول، ما ردش عليا لحد دلوقتي. فانا يعني بستسمح حضرتك اعمل لقاء معايا دكتور طارق عندنا في مكتب التاهيل، واشوف الموضوع ايه على ارض الواقع، لان كده يعني الموضوع صعب. واحنا يعني واحنا من هنا من برنامج صوت بلدنا اللي بيشوفوا ملايين المشاهدين طبعا قناه الصحه والجمال، بنوجه رساله للاستاذ هاني زغلول، رد علينا يا فندم. بص للناس مش بعين ان حضرتك مدير وعندك موظفين، بص للناس بعين الرحمه، بعين جبر الخواطر، بعين الرأفه للحاله اللي بتجي لك. لو بصيت لها من ناحيه ثانيه خالص والله العظيم هتلاقي الدنيا غير كده خالص. طبعا طبعا والحاله هتمشي، وهتمشي من عندك مبسوطه، وهتدعي لك يا دكتور. لا استاذ، استاذ محمد، اي مسؤول قاعد على الكرسي انت في خدمه المواطن. بالظبط طبعا طبعا، ما فيش حاجه اسمها مرؤوس وتحت مني، لا. انت في خدمه المواطن وتخدم الناس. نعم، ما انتش قد الكرسي، سيبه لغيرك يخدم الناس. بالظبط كده، بالظبط كده. وده لازم تكون لين مع الناس ومتسامح مع الناس، وشوف مصلحه الناس فين وتخلصها. الناس معلش بصراحه الناس مخنوقه جدا 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 والله العظيم. دكتور طارق استاذ دعاء، اكتر من رساله تجيني على التليفون، يا استاذ محمد الحقنا، احنا واقفين قدام مكتب التاهيل مش عارفين نخلص. طب فين يا استاذ هاني؟ طب فين الساده المسؤولين في المكتب يا جماعه؟ قاعدين على الكراسي. هو انا محمد ابو سيف لازم ينزل ويجري مع الناس دي كلها؟ فين الموظفين؟ احنا بنوصل رساله من برنامج صوت بلدنا للمسؤولين، يهتموا بالناس، ويهتموا بمعاملة الناس الحسنة، ويهتموا بمصالح الناس ويخلصوها. بالظبط كده، بالظبط كده. استاذ محمد ابو سيف، كل سنه وحضرتك طيب، داخل علينا عيد كبير، عيد اضحى. طبعا نفسك طبعا احنا هنتكلم وننوه بقى. دي احنا اتكلمنا في الحاجات اللي هي الخصوصي الضروري اللي هي احنا بقى ندخل في حلقتنا، حلقه جبر الخواطر بتاعتنا. داخل علينا عيد اضحى، وداخل علينا ناس كتير خالص ربنا يرقص بيها، عيد اللحمه يعني، وناس كتير خالص مبسوطين زينا وكويسين وتمام التمام. بس لو حضرتك دبحت وجارك زيك بالظبط في نفس المستوى ما دبحش السنه دي، من باب جبر الخواطر هتعمل ايه؟ بص يا استاذه، انا والله يمكن بيجي لي رسائل كتير، يا استاذ محمد ما تنسناش في عيد الاضحى، ما تنسناش في عيد اللحمه، الناس تعبانه. لا انا ما بتكلمش عن الناس التعبانه دي، كده كده هيروح لها صاحبك واخوك وخالك وعمك وده وده. انا بنوه الجميل، اتفضل في عجله سريعه. انا بنوه يعني الساده رجال الاعمال اصحاب الخير، يعني يا ريت نبص لهؤلاء بعين الرحمه. عيد الاضحى داخل علينا، كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا عارفين الاضاحي غاليه السنه دي واللحمه غاليه، بس لازم بس الكره مكتين ان شاء الله. طبعا ان شاء الله استاذه دعاء، شكرا يعني، شكرا ليكي، فقره جميله، وان شاء الله يكون معانا جبر خواطر اكتر واكتر في مكسب بلدنا. استاذ محمد سيف، في ثواني حضرتك واجهه مشرفه، الله يكرمك يا دكتور، لفاؤوس والشرقيه. ما فكرش انت تخش مجلس النواب القادم؟ هو ان شاء الله احنا يعني بنجهز ان شاء الله، يعني في نيه باذن الله ان احنا هننزل الدوره دي باذن الله ان شاء الله. باذن الله، واحنا ان شاء الله بنساند كل الشباب الواعي الصاعد اللي بيجبر الناس بالخاطر وبيشتغل في المجتمعات الخيريه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بقى خير. وحضرتك بقى استاذ دعاء، شرفتنا ونورتنا. في نهايه حلقتنا النهارده، برنامج جبر الخواطر، بشكر استاذ محمد ابو سيف على الاستضافه، وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه باذن الله. نطلع لتقرير مهم جدا عن الدكتوره هبه صادق، اخصائي تربيه، اللي منعتها الظروف، عندها دكتوراه، وكانت المفروض تبقى موجوده معايا النهارده، ولكن تقرير مهم جدا عملنا الزميل حازم ناجح. ونستقبل الفقره الجميله لحافظه القران الكريم، قريه الغراء، جمعيه تنميه المجتمع المحلي. أو حد يروح في حتة تانية. أهلا بيكم، النهاردة هنكمل بقية حلقتنا على شتت الانتباه وفرط الحركة.
ADHD عبارة عن طاقة عند الطفل، إما أنا أستغلها وأخليها طاقة إيجابية وأستفاد بيها، إما أنا أهملها وأخليها طاقة سلبية. عشان كده أنا النهاردة عايزة أتكلم عن بعض النقط السلبية اللي أم تتعامل بيها مع الطفل ومتخيلة أو متوقعة إن هيجيب نتيجة إيجابية. وهي إيه؟ أول حاجة لازم الأم تبعد عن الصراخ، ولازم تتحلي بالصبر مهما حصل قدامها، لازم هي تقدر تسيطر على الاندفاعية عندها هي. تاني حاجة لازم تبعد عن الأوامر اللي بتديها للطفل، لأن مهما اديت له أوامر مش هتوصل لأي نتيجة، لأن الطفل مش مدرك أصلا بتدي أوامر ليه. يعني عشان خاطر مثلا أنا بجري معايا كوباية قمت واقع دلقت العصير على السجادة كسرت لها كوباية، دي مشكلة؟ يعني مثلا أنا رحت مثلا مع ماما عند الضيوف ونطيت من على كنبة الكرسي ودخلت الأوضة دي وخرجت من الأوضة دي، دي مشكلة؟ لا طبعا، هو مش مدرك أصلا باللي هو بيعمله أو إن هو قد إيه شيء كبير بالنسبة للأم كرد فعل، بالعكس بينعكس عنده حاجة تانية خالص لو مش توقعاه، بيحس ان هي مش بتحترمه او اللي هي بتستهين بيه، وطبعا اكيد مش ده الام عايز توصل له. تالت حاجة تبعد الام عن النصح والمواعظ اللي بتديها للطفل، لان مهما اديت له من هنا للسنة الجاية مش هيجيب اي نتيجة معاه، لان هو دايما بيبقى قاعد قدامها وتفضل هي تديله في مواعظ هي متوقعة ان هو هيستجيب، بالعكس هو قاعد مستني كلمة واحدة بس، ابعد عني ابعد عن وشي دلوقتي امشي من قدامي، ياه بيحس وقتها اهو ده اللي هو كان عاوز يوصله من اول ما من اول ما قعد قصادها، لان معنى كده انه مش جايب اي نتيجه من الكلام بتقوله ده كله. رابع حاجه بقى والمهمه تبعد عن التهديد، او انها تقول له لو انت عملت ده هحبك ولو ما عملتش دوت انا مش هحبك، معنى كده ان هي عامله الحب مشروط وده ما ينفعش برضه في التعامل مع الطفل. خامس حاجه لازم الام تبعد عن اسلوب استخدامها الاسلوب العقاب او الحرمان، لان ده برضه مش هيجيب اي نتيجه مع الطفل، بالعكس ده هينعكس عليه بحاجة تانية هي مش متوقعاها، هتخليه إنسان مهزوز، إنسان جبان، إنسان خايف من أي حاجة يعملها عشان هيتعاقب عليها، فطبعا أكيد مش الأم بتعمل ده عشان توصل للنتيجة دي. سادس حاجة لازم تبعد عن اللوم أو المقارنة بالغير، لأن بكل وضوح وكل بساطة غيره ما عندوش نفس المشكلة، فمعنى كده ما فضلش أقوله بقى إن غيرك أحسن منك أو أنت أقل منه، ده مش هيوصلك لأي نتيجة. وأي أم اتعاملت بأي طريقة من الطرق ديت أو كل الطرق دي، لو سألتيها انت وصلت بالطرق السلبية دي النتيجة الإيجابية اللي انت كنت عاوزاها، هتقول لك لا، هي وصلت لحاجتين بس، احساسها هي نفسها بالفشل والإحباط. يعني معنى كده ان كل اللي فات دوت وكل الطرق اللي هي استعملتها ما جابتش اي نتيجة هي عاوزاها. عشان كده ان شاء الله المرة الجاية هنقول في الفيديو الجاي ايه الطرق الإيجابية اللي ممكن Easy English Academy مع الأستاذة والمدربة المعتمدة نهال توفيق، تدريس بأحدث الطرق والتقنيات، كورسات لجميع المراحل والمناهج المصرية، القطرية، الإماراتية والكويتية. اتعلم إنجليزي صح من التأسيس للاحتراف. From zero to hero. الأكاديمية بتقدم تأسيس في speaking, reading, listening, writing والجرامر. منهج جولي فونكس من سن 4 سنوات. ومنهج ساينس وماث للكي جي والبري كي جي. التدريس للمدارس العادية والإنترناشنال. التأهيل لاختبارات التويفل والآيلتس. للحجز والاستفسار برجاء التواصل على الأرقام الآتية. مركز شباب كفر الجزار مدينه بنها بمحافظه القليوبيه، تعليقك ايه على حفل ختام النهارده؟ ان شاء الله احنا يعني الدوره ديت بعد غياب طويل من ايام كورونا، فالنهارده يعني ربنا يعني بنطلب من ربنا ان شاء الله انه يكون يوم كويس ويبقى المباراه ختاميه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله احنا في عرض لمدرسه الكوره عندنا هنا في المركز، وفي عرض كشافه بنقدمهم بخلاف بقى المباراه النهائيه ان شاء الله بين الفريقين اللي هم وصلوا النهائي. اولا كل سنه طيبين بوجود حضرتك معانا في مركز شباب كفر الجزار مركز بنها القليوبيه في اليوم ختام اليوم النهائي للانشطه الرياضيه داخل مركز الشباب من نشاط رياضي وثقافي وديني وفني واجتماعي. كان عندنا حوالي 30 فريق، وصل فريقين من قريتين، قريه كفر الجزار وقريه ورورة، ونشهدها ان شاء الله بخير دلوقتي. مركز شباب كفر الجزار استضاف 27 فريق. ان احنا عندنا داخل مركز شباب كفر الجزار لم يكن قاصر على الجانب الرياضي لممارسه كره القدم
او اللعبات الرياضيه الاخرى مثل الكاراتيه او اللياقه البدنيه وتنس الطاوله، لا بالعكس كان عندنا انشطه دينيه تمثلت في غرس القيم الدينيه، كمان كان عندنا نشاط ثقافي تناول مجموعه من المسابقات كان اهمها مسابقه اعرف دينك الوسطيه الاسلاميه، كنا حابين نغرسها من نفوس ابنائنا. ايضا كان عندنا مسابقه في تحفيظ القران الكريم شارك فيها مجموعه كبيره من الاطفال تعدى عددهم. اهلا بيكم، النهارده هنكمل بقيه حلقتنا عن شتت الانتباه وفرط الحركه. ADHD عباره عن طاقه عند الطفل، اما انا استغلها واخليها طاقه ايجابيه. Easy English Academy مع الاستاذه والمدربه المعتمده نهال توفيق، تدريس باحدث الطرق والتقنيات، كورسات لجميع المراحل والمناهج المصريه القطريه الاماراتيه والكويتيه. اتعلم انجليزي صح من التاسيس للاحتراف. From zero to hero. الأكاديمية بتقدم تأسيس في speaking, reading, listening, writing والgrammar. منهج جولي فونكس من سن 4 سنوات، ومنهج ساينس وماث للكيجي والبريكيجي. التدريس للمدارس العادية والإنترناشنال. التأهيل لاختبارات التويفل والآيلتس. للحجز والاستفسار برجاء التواصل على الأرقام الآتية. مركز شباب كفر الجزار مدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعليقك ايه على حفل الختام النهارده؟ ان شاء الله احنا يعني الدورة دي بعد غياب طويل من ايام كورونا، فالنهاردة يعني ربنا يعني بنطلب من ربنا ان شاء الله انه يكون يوم كويس ويبقى المباراة ختامية كويسة ان شاء الله. ان شاء الله احنا في عرض لمدرسة الكورة عندنا هنا في المركز، وفي عرض كشافة بنقدمهم بخلاف بقى المباراه النهائيه ان شاء الله بين الفريقين اللي هم وصلوا النهائي. اولا كل سنه طيبين بوجود حضرتك معانا في مركز شباب كفر الجزار مركز بنها القليوبيه في اليوم ختام اليوم النهائي للانشطه الرياضيه داخل مركز الشباب من نشاط رياضي وثقافي ودين وفن واجتماعي. كان عندنا حوالي 30 فريق، وصل فريقين من قريتين، قريه كفر الجزار وقريه ورورة، ونشهدها ان شاء الله بخير دلوقتي. مركز شباب كفر الجزار استضاف 27 فريق. احنا عندنا داخل مركز شباب كفر الجزار لم يكن قاصر على الجانب الرياضي لممارسه كره القدم او اللعبات الرياضيه الاخرى مثل الكاراتيه او اللياقه البدنيه وتنس الطاوله، لا بالعكس كان عندنا انشطه دينيه تمثلت في غرس القيم الدينيه، كمان كان عندنا نشاط ثقافي تناول مجموعه من المسابقات كان اهمها مسابقه اعرف دينك الوسطيه الاسلاميه، كنا حابين نغرسها من نفوس ابنائنا. ايضا كان عندنا مسابقه في تحفيظ القران الكريم شارك فيها مجموعه كبيره من الاطفال تعدى عددهم. المشاهدين ورجعنا لكم من جديد بعد الفقرة الجميلة. مؤسس مجموعة جبر الخواطر أستاذ محمد أبو سيف، ومعايا الآن شباب ولا أروع من كده حافظ القرآن الكريم بمجهود كبير من محافظي القرآن الكريم بقرية الغراءة وقرية ميت أبو الحسين بمركز أجا محافظة الدهلية وعائلات درويش جمعية تنمية المجتمع بالغراءة. شرفتونا ونورتونا النهاردة أستاذ طارق، أهلا بيك النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك، شرف لنا إحنا. معي الآن الأستاذة الإعلامية المتميزة دائما عزة. صباح الخير عزة. صباح الخير يا دكتور طارق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا، صباح الخير صباح السعادة. النهاردة معنا حلقة مميزة جميلة فريدة من نوعها، يا رب تنال إعجابكم. معنا الشيخ إبراهيم عيسى والشيخ محمد عبد الله عيسى والشيخ أحمد عبد الله عيسى محافظي القرآن الكريم بقرية الغراءة محافظة أجا دقهلية. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. شيخ إبراهيم، كلمنا إزاي كانت البداية؟ البداية طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كان في 2016، فالحمد لله رب العالمين كان الدعم رئيسي من الوالد والوالدة الحمد لله رب العالمين وإصرارهم وفضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا لينا ودعم الناس الحمد لله رب العالمين وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. طبعا البداية كانت في ميت أبو الحسين، كانت في الغراءة، من فضل ربنا سبحانه وتعالى وصبرنا، وطبعا اللي بيصبر بينول ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتكل، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتكل الله
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو السبيل الوحيد ان تقوى ربنا سبحانه وتعالى مهمه جدا في اي مجال، مش شرط مجال القران طبعا. فالحمد لله رب العالمين، بتوفيق من ربنا فضلنا حوالي ما يقرب من 3 سنين بنروح من ميدا ابو الحسين للغرائق على حوالي 15 طالب وطالبه. فجاب توفيق ربنا سبحانه وتعالى بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين بدات الدنيا تظبط، والحمد لله رب العالمين معانا دلوقتي ما يقرب من 300 طفل وطفله في قريه الغرائق. الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى وصلنا 300 طفل وطفله. الحمد لله رب العالمين حافظ الكتاب ربنا. وطبعا الحلم بدا يكبر معانا الحمد لله رب العالمين، وصلت دلوقتي يعني احنا الحمد لله فريق عمل متكامل، الشيخ اسماعيل الله يبارك له، الشيخ محمد الله يبارك له، والحمد لله رب العالمين. دلوقتي وصلنا لمرحله معينه ان دلوقتي كان عندنا اطفال يعني كانوا في ثالثه ابتدائي، دلوقتي ما شاء الله في ثالثه اعدادي واولى ثانوي. من فضل ربنا دلوقتي بقوا الاطفال بتوعنا بتوع ثالثه ابتدائي زمان من 7-8 سنين دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، من ضمنهم ناس معانا دلوقتي معمل لهم فصول معينه دلوقتي ما شاء الله معلمات فاضلات في ثالثه اعدادي لسه وفي اولى ثانوي، ما شاء الله قران كامل تجويد، ما شاء الله دلوقتي بياخدوا اجازات الحمد لله رب العالمين، عملنا لهم فصول. فالهدف في التحفيظ هدف سامي، وطبعا انت ماشي تبع رعايه ربنا سبحانه وتعالى ودعاء الناس، مش نقول شطاره، مش شطاره من الواحد طبعا ولا من المجموعه اللي احنا فيها برضو طبعا، لا هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعاء الوالد ودعاء الوالد. ونعم بالله شيخ ابراهيم، ولكن هنرجع لك تاني بس نروح للاستاذ طارق درويش مدير جمعيه تنميه المجتمع المحلي بقريه الغرقه. طبعا مجهود كبير جدا بذلته، واحنا جينا الغرقه وشفنا مكتب تحفيظ القران اعداد بسم الله ما شاء الله بالتناوب مع قريه ميت ابو الحسين. تقول النهارده وانت شايل كل الشغل بتاع جمعيه تنميه المجتمع للناس اللي تعبت وطلعت على الهواء النهارده حافظ القران الكريم بسم الله ما شاء الله، كله حافظ القران الكريم كامل. هنقول صباح الصحه والجمال. صباح النور. صباح الخير على الساده المشاهدين. احنا النهارده طبعا ربنا وفقنا ان نكون موجودين للمره الثانيه في سوق بلدنا، علشان الكتاب القران الكريم اللي موجود في الغرائق ومتابع حسين تحت رعايه الحاج عبد الله عيسى، الشيخ ابراهيم، الشيخ محمد، المستر احمد، وطبعا ده اكبر مشروع في الجمعيه دلوقتي حاليا. في عندنا مشروعات كتير قوي في الجمعيه، بس ده المشروع الوحيد اللي احنا سعداء بيه، لانه طول ما هو موجود معانا احنا بنحس بكل حاجه حلوه موجوده في الجمعيه. القران الكريم نور على الارض. طبعا. ونور طبعا في كل بيت. طبعا. ولأي إنسان حافظ القرآن الكريم كامل وبيحافظ عليه يعني العيلة كلها بتدخل الجنة على إيه؟ أيوه عليه. أيوه. فربنا يبارك فيكم. ونرجع لك تاني أستاذ طارق، ونروح للشيخ. الشيخ محمد عبد الله عيسى. اتفضل. أعرف عليك كده، أعرف نفسك المشاهدين. محمد عبد الله عيسى مدرس قرآن كريم ومن مؤسسي مكتب دار الخير لتحفظ القرآن الكريم. طبعاً نعمة كبيرة من ربنا إن احنا نكون سبب في تحفظ القرآن الكريم. زي ما قال الشيخ إبراهيم، البداية كانت 2016-2017، فضل ربنا علينا. يعني كانت البداية كانت إلى حد ما كانت قليلة قوي. طبعاً الموضوع عايز صبر وعايز وقت، وطبعا عشان ربنا يكرمك لازم انت تكون حابب المجال اللي انت فيه عشان تتقن العمل اللي انت شغال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وطبعا ما فيش اجمل ولا افضل من مجال القران، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القران وعلم. شيخ محمد عبد الله عيسى، طبعا موضوع تحفيظ القرآن ده موضوع مرهق جدا، ازاي بتقدر تتغلب على الأطفال في حفظ القرآن الكريم؟ والله هي الموضوع زي ما حضرتك يعني زي ما قلت من شوية، لازم تكون حابة المجال. طالما انت حابة المجال اللي انت شغالة فيه الموضوع بيكون سهل. طبعا الأطفال التعامل معهم عايز معاملة يعني خاصة شوية،
مش اي حد هيحفظ او مش اي حد هيستجيب للطريقه اللي شغاله بيها، فطبيعي مش هتشتغل بطريقه واحده، يعني لازم يكون عند حضرتك اكتر من طريقه، بحيث ان الطفل اللي قدامك مثلا ما استجابش بالطريقه ديت بتجيب له طريقه تانية، بتجيب له طريقه تالتة. المهم ان الطفل اللي قدامك في الاخر لازم يحفظ القران. طب هيحفظ ازاي؟ طبعا برنامج حضرتك انت شغال عليه بتوجه الطفل اللي معاك على حسب مستواه، على حسب درجة القبول، هل هو متقبل البرنامج دوت او لا، على حسب سنه. ده استاذ طارق صور لمكتب تحفيظ على القرآن حسب بقرية الغراء تعرض على شاشة. اتفضل يا شيخ احمد. على حسب الطريقة اللي انت شغال عليها، على حسب سنه، على حسب الفروق الفردية طبعا ما بين كل طالب والتاني. موضوع طبعا يعني طبعا مرهق، طبعا صعب. بفضل الله دلوقتي لما تيجي تبص عدد الساعات اللي حضرتك شغالها، تبدأ مثلا بفضل الله من 7 صباحا، 7:30 صباحا، يعني ساعات بنوصل لحد الساعة 11 بالليل، يعني ما يقرب من 18 ساعة، 19 ساعة شغال، 17 ساعة شغال. الوقت ده طبعا كله واقف على رجلك، وطبعا احنا في الأول وفي الآخر بنبتغي وجه ربنا. طب وبتستقبلوا الطفل من عمر كام سنة؟ حضرتك احنا في البداية برضو كان مثلا من سن 5 سنوات 6 سنوات، دلوقتي يعني بعد إلحاح الأهالي علينا فتحنا حضانة، حضانة دار الخير ومكتب دار الخير. الحضانة بنستقبل من سن 3 سنوات، طبعا عندنا فريق عمل محترم شغالين ببرنامج محترم برضو، برنامج منة الرحمن. الطالب او الطفل الصغير بيستدرج معايا مثلا من بداية نعلمه الحروف وبنعلمه القراءة وبنعلمه الكتابة، بعد فترة معينة بيدخل القرآن، يحفظ قرآن. طبعا دلوقتي الطفل بيخش القرآن مباشر يحفظ بالتجويد. البرنامج اللي احنا شغالين عليه ان الطفل يحفظ بالتجويد، طبعا من اول ما بدأنا ما كانش الموضوع كده، فطبعا كل يوم في جديد. بعد فترة معينة مثلا يعني حتى الايام ديت المكتب بفضل الله يعتبر كل واحد بيحفظ بالتجويد بإذن الله. شيخ محمد إن شاء الله احنا نقصد بلدنا هيتجاوب مع حضراتكم، وإن شاء الله كل ما هو جديد بمكتب تحفيظ القرآن إن شاء الله. نروح بقى للأستاذ أحمد عبد الله عيسى، ربنا يبارك فيكم عائلة عيسى. أول مرة بصراحة يحضروا معايا هنا عائلة كاملة 3 منها بيحفظوا القرآن الكريم، ربنا يبارك فيكم. وده نور ماشي على الأرض ونور في قريتكم ونور في بيتكم، ربنا يبارك في والديكم إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ. اولا صباح الخير على جمهورنا، صباح الخير يا مصر، صباح الصحه والجمال. احنا معكم مستر احمد عبد الله عيسى، انا تخصص لغه انجليزيه، بس زي ما حضرتك قلت هم 3 اشقاء، هم 4، الشيخ اسماعيل عبد الله، الشيخ ابراهيم، الشيخ محمد، مستر احمد. احنا جينا النهارده عشان خاطر صحتكم وجمالكم. عايز تكون صحتك قويه ونفسيتك قويه، علموا اولادكم القران، والقرآن سيعلمهم كل شيء. تمام. هو لما تعلم ابنك القرآن هو نور ماشي على الأرض، هتدخل الجنة من غير ما تحس. احنا بنقول للناس كلها يا ريت كلكم تحفظوا أولادكم القرآن الكريم، تحافظوا عليهم هو هيحافظ عليه، انت بس هتحطه على الأول الطريق الصحيح. احنا بنقول لك من سن 3 سنين بس، 3 سنين هتجيبه لنا مكتب دار الخير بميت أبو الحسين أو الغراء، فرعين تحت أمر حضرتك. احنا بنقول لك تعالى هنحفظك ونعلمك من الحضانه لحد ثالثه ثانوي، زي ما اخويا الشيخ ابراهيم قال. احنا بنكون عندنا مثلا عندهم مثلا في رابعه ابتدائي او 5 ابتدائي، بنفضل نحفظهم لحد ثالثه اعدادي اولى ثانوي، تطلع فتاه جميله، يطلع شاب جميل، بسم الله ما شاء الله، الفتاه عارفه الحجاب، الراجل الشاب بيعرف يلبس كويس غير الجماعه اللي بيلبسوا اليومين دول. النهارده معانا فرسان الخير ما شاء الله شكلهم جميل جدا، هنسمعهم ان شاء الله. استاذ احمد، مستر احمد، ازاي نشجع الاطفال على حفظ القران الكريم؟ احنا حضرتك مثلا احنا شغالين على المسابقات من قيمه 5 سنين او 6 سنين، احنا على طول بنشجعهم بنجيب لهم جوائز، لان حضرتك لو جيت كلمتيني في حفظ القران هقول لك صعب، هو فعلا صعب. ليه على طول الناس بتسال ليه الشيخ بيعاقب؟ لان لو الشيخ ما عاقبش ولي الامر مش هيعاقب في البيت اصلا. احنا بنعمل لهم مسابقات جميله جدا ما شاء الله، احنا كنا عاملين مسابقه السنه اللي فاتت ما شاء الله ما شاء الله، يعني صارفين فيها 150 ألف جنيه في رمضان الكريم اللي فات
ما شاء الله ما شاء الله، يعني الاهالي مبسوطه جدا، ونفسي حضراتكم تنزلوا البلد باذن الله. مستر احمد ان شاء الله هنعمل عندكم باذن الله اكبر حفله، وانا متفق مع الاستاذ طارق درويش والحاج ابراهيم درويش ربنا يجيبهم بالسلامه، هنعمل عندكم حفله على مستوى الجمهوريه ان شاء الله، ونجمع كل حفظ القران عندكم في قاره الغراء باذن الله. ده خبر حسن من حضرتك، متشكر جدا لحضرتك يا استاذ. نرجع بقى للاستاذ طارق درويش، عايزينك حضرتك نتكلم عن انشطه الجمعيه. هو اكبر نشاط في الجمعيه نشاط القران الكريم. بصراحه النشاط ده احنا ما كناش متوقعين ابدا ان احنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي، لان النشاط ده مختلف عن كل الانشطه اللي في الجمعيه. احنا عندنا انشطه كتير قوي في الجمعيه، بس النشاط ده له واقع تاني وله طعم تاني، وله على الارض عندنا في الغراقه بقت فيه منافسه عاليه جدا، ورجع كتاب بتاع زمان بقى موجود في الغراقه. يعني كان زمان في عندنا اكتر من كتاب في الغراقه، في الفتره اللي فاتت كانت شبه انتهت في موضوع تحفيظ القران الكريم. الشيخ ابراهيم طبعا لما بقى موجود معانا بقت المنافسه موجوده شريفه، ومنافسه على اعلى مستوى حتى داخل البيت الواحد. النهارده في البيوت بتصارعوا ازاي الاطفال تبقى موجوده في الكتاب، وازاي هم يحققوا الحفظ القران الكريم. طبعا الشيخ ابراهيم لما بقى موجود معانا في الجمعيه وموجود على راس الكتاب، هو وطبعا والاخوه الافاضل الشيخ محمد والشيخ اسماعيل والمستر احمد، وطبعا الحاج عبد الله الراعي الرسمي للقران الكريم، بقى في ثوره كبيره في القران الكريم. فالنشاط ده احنا بنتكلم فيه على اساس ان هو يعتبر يعني هو كل الانشطه. في انشطه كتير صحيح في الجمعيه، بس احنا بعد ان النشاط ده ما اشتغل وبقى موجود بالشكل ده، انا النهارده لما اروح الجمعيه اول حاجه ببص عليها لازم اخش اشوف الكتاب الاول. كنت الاول بخش الجمعيه ما بشوفش حاجه خالص، غير ان انا كان في حاجه نقصانه كبيره بس بدور عليها، بقينا موجودين فيها دلوقتي وشايفينها وعايشينها في على الارض الواقع في الغراقه ومتابع حسين باذن الله. طبعا معانا نموذج ومثال مشرف لانشطه الخير بالجمعيه، الاستاذ طارق احمد درويش. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اعرف حضرتك للمشاهدين. والله انا طارق احمد درويش، طبعا يعني من ضمن الناس اللي بتشارك في الجمعيه، من ضمن الشباب اللي لسه صاعد يعني لسه ببدا حياتي. طبعا كويس يعني بحمد ربنا ان انا طلعت في بيت طبعا اهلي كلهم بيشاركوا في عمل الخير، طبعا لان طلعت لقيت اهلي بيشاركوا في عمل الخير بدات ان انا اشارك في عمل الخير، بدات ان انا اشجع الناس ان الشباب انها تشجع في عمل الخير. طبعا بنقوم بحاجات كتيره جدا كشباب في الجمعيه، في دور كبير جدا للشباب في الجمعيه، وليهم دور طبعا كبير جدا اللي هم الشباب طبعا، و وبنشجع الشباب انها تشارك في الخير وتشارك طبعا في الاعمال الخير. وكمان بنشكر جميع الشباب اللي بيشاركوا في اعمال الخير، وبنوجه لهم شكر خاص للشباب اللي بتشارك في حاجات زي كده وشارك في الخير. طبعا شكرا يا طارق، نورتنا وشرفتنا. ولكن نروح بقى للنماذج المشرفه لحفظ القران الكريم، عاوزين بقى نسمع منك، عرفي نفسك مشاهدين وحافظه كم جزء ومنين. اتفضلي. اسمي مديحه محمد محمود العيوطي من الغراقه مركز اجا، حفظ القرآن الكريم كاملا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. نسمع. تفضلي. أنا اسمي هاجر أحمد محمود العيوطي
عندي 14 سنة، حافظة القرآن الكريم كاملة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. تفضل عرفي نفسك المشاهدين وحافظك من جزء. اسمي شهد السيد عبد العلي، حافظه تلت القران من الغرقة مركز اجد الدقهري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أنا اسمي نادية أحمد محمود عبد الله من الغراقة مركز أجد كهلية، حافظ القرآن الكريم كاملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. أحسنتي، تفضل. أنا اسمي محمد أسامة أحمد محمد الحراير من الغراء مركز أجد أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم
صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق العظيم. أحسنت أحسنت والله. أنا عاوز أسمعك للصبح بس وقتنا بس اتفضل. أنا اسمي آدم سمير عبد اللطيف الحمادي عمري 11 سنة من الغراقة مركز أكد الدقهلية. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. إيه رأيك يا شيخ إبراهيم؟ أنت جايب له عصافير الجنة النهاردة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله بكلمك بجد بسم الله ما شاء الله. دول ربنا يجعلهم سبب الحمد لله رب العالمين في اللي احنا فيه دلوقتي. ما شاء الله. وده من فضل ربنا علينا. يعني الواحد بيحمد ربنا مش هقدر أقول لك إن احنا ما سعناش. والله الحمد لله ما سعينا لحاجة. دخلنا في المجال بتاع القرآن الكريم اقدر اقول لك ان ربنا مسخر لنا كل حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني انا مش هتكلم عن نفسي ولا هتكلم عن دار الخير ولا هتكلم عن اي حاجه خالص. الناس ده هي النور ده هو اللي بيتكلم عننا. احنا جايين كلنا نسمع الناس دي. بس الله يبارك لك. شكرا. ربنا يجعلنا ان شاء الله سبب ليهم باذن الله. شكرا لكم. طبعا احنا سالنا حضراتكم ان تستقبلوا الطفل من عمر كام؟ ازاي بقى الطفل بيختم القران على عمر كام؟ لو متجاوب صح معاك يختم على سن كام؟ هقول على حضرتك على حاجة. بالنسبة لأن هو يختم في سن كام أو هي كلها ده قدرات الطفل اللي عندك هي اللي بتحكم عليك. ودايما في مقولة بقولها لأي ولي أمر بيجيب ابنه اللي هي إيه؟ دايما القرآن اللي بيختار صاحبه. تمام. القرآن هو اللي بيختار صاحبه. تمام. مش أنا اللي بقوله ولا والده، لا، القرآن دايما بينادي صاحبه. تمام. قول له تعال. فالحمد لله رب العالمين. هو الحمد لله الطفل يعني عندنا الحمد لله ناديه خاتمه وهي عمرها 8 سنين. يا ناديه 8 سنين الحمد لله. هي 10 سنين ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. خاتمه مجوده الحمد لله. بتاخد اجازه في الفتره يعني اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. الحمد لله يا استاذ ابراهيم. واحنا معاك ومعاكم وعائله عبد الله عيسى ربنا يكرمكم وان شاء الله تكونوا معنا في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا للشيخ إبراهيم عبد الله عيسى محافظ القرآن. شكرا للشيخ محمد عبد الله عيسى. شكرا للشيخ مستر أحمد عبد الله عيسى الأستاذ طارق أحمد درويش. شكرا لكم وشكرا للأطفال الجمال العصافير اللي شرفتونا ونورتوني. نستقبل الفقرة الثانية من برنامج صوت بلدنا حفظة القرآن الكريم لقارة الغراء. ولكن نطلع لتقرير مهم عن شركة أوبن تاون للتنمية لبرنامج صوت بلدنا الشركة العقارية والاستثمارات ونرجع لكم تاني.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في الفقرة التانية لبرنامج صوت بلدنا في فقرة حفظة القرآن الكريم. معنا الأستاذ طارق درويش. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. تحب تقول إيه؟ أنا أحب أقول إن إحنا النهاردة يعني يوم سعيد بالنسبة لنا وفي قناة الصحة والجمال، وبنشكر طبعا برنامج صوت بلدنا اللي شرفنا في قرية الغراءة وبدأ يشوف كل حاجة على أرض الواقع، وكمان نقل أرض الواقع للاستوديو. والدكتور طارق طبعا يعني شرفنا في الاستوديو وشرفنا في القرية وشرفنا في كل مكان، مش في هنا بس، لا في كل مكان بصراحة. وطبعا أستاذ عام عزة المتألقة في كل شيء. شكرا. فدايما بنشكركم على طول ان انتم معانا على طول على طريق الخير، ودايما على طول تقولنا وتشوفونا ونشوفكم معنا على طريق الخير. طبعا معانا اعلام القريه الكابتن مصطفى الشرباجي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم بحضرتك، وصباح الصحه والجمال، واهلا وتشرفنا بيكم وشرف لنا ان احنا موجودين معاكم يا فندم. اعرف حضرتك للمشاهدين. انا اسمي مصطفى الشرباجي، مقيم بقريه الغراقه مركز اجد اهليه، وشرف لي عظيم ان انا اكون اعلامي في القريه واعلام جمعيه تنميه المجتمع المحلي الذي اسسها الحاج محمد درويش، وشرف لي انا موجود مع حضرتك دلوقتي ومع طارق بيه. كابتن مصطفى، كلمنا عن تاريخ الجمعيه ونشاتها واعمالها. والله التاريخ دوت نرجع ورا كده ل50 سنه ورا. كان فيه راجل محترم كبير ذو قامه ومقامه في قريه الغراقه اسمه ابو الشيخ. دي حاجه تفرح يا استاذ مصطفى. على الشاشه بنعرض لحضراتكم طبعا يا فندم صور الاولاد، مكتب تحفيظ القران بقريه الغراقه. حاجه تفرح يا استاذ طارق، والشيخ ابراهيم موجود والمشايخ موجودين، عائلات عيسى، ربنا يبارك فيكم. ده نموذج، ده عصافير الجنه اللي انا بقول عليها شيخ ابراهيم. اتفضل يا استاذ مصطفى. قلنا نرجع طبعا ورا 50 سنه ورا لابو الشيخ ابراهيم. ده الاسم ما زال موجود لحد دلوقتي. ابو الشيخ ابراهيم دوت ابو الحاج محمد درويش الله يرحمه. فهو اول من فكر واسس هذه القناه. تولى بعده القياده الحاج محمد درويش الله يرحمه، ثم بعد ذلك الحاج طاهر. وطبعا في صور موجوده طبعا للحاج طاهر والحاج محمد درويش رحمهم الله. وبعد كده القياده طبعا كانت مع الحاج ابراهيم درويش والاستاذ طارق. طبعا ده استاذنا، احنا بنتعلم منهم كتير، وتعلمت منهم كشغل اعلام كمان، وكازاي ان انا اشتغل في القريه واشتغل للجمعيه، وبنتحرك كتير والحمد لله رب العالمين. احنا وصلنا لمكانه ممتازه 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 فوق الوصف. والدليل على ذلك احنا كمان بنساعد سياده الرئيس، احنا بنساعد سياده الرئيس في المجالات اللي بيبدا بيها والمبادرات اللي بدا بيها. يعني مثلا 100 مليون صحه، احنا هو طبعا قال مصر بلا فيروس، احنا طبعا قلنا الغراقه بلا فيروس. معاكي مع سيادتك يا سياده الرئيس، وبدانا بانهاء الفيروسات الموجوده، كان كبد وبائي كاي فيروسات موجوده، فيروس سي، نهينا الفيروسات في قريه الغراقه تماما. ثم بعد ذلك انتقلنا الى القرى المجاوره ونهينا الفيروس في القرى المجاوره ايضا، واحنا وكتف بكتف مع سياده الرئيس، والحمد لله رب العالمين احنا وصلنا لمكانه عظيمه جدا. والدليل على ذلك وجودنا مع حضرتك يا طارق بيه ومع الاستاذ عزه دلوقتي في القناه بتاعتكم. وطبعا احنا النشاطات بتاعتنا في رمضان احنا ما كناش بننام. وفي نقطه اوضح برضو للساده المشاهدين ان احنا بنشتغل في الجمعيه بدون مقابل وباريحيه. انا كنت انا واولادي، اولادي البنات في ثانوية عامة وفي كلية، بقوا في وقت الفراغ بقينا نروح نسهر عشان نحضر سحور. واحنا الحمد لله احنا عملنا سحور لمركز أجا، لجميع قرى مركز أجا وجميع جمعيات مركز أجا. وبعد كده احنا تمدينا لسمب اللوين، وتمدينا كمان لبعض القرى في مدغمر. يعني ده شيء عظيم جدا، احنا وصلنا لألافات مؤلفة في السحور، وده شيء احنا يعني بنفتخر بيه. ده بالنسبة لنشاط الجمعية في الفترة اللي فاتت باختصار، يعني احنا اختصرنا الوقت في الكلام، يعني ما رضيتش اجيب بقية اللي احنا عندنا مجالات كتيرة جدا بالنسبة للصحة، بالنسبة لتمويل أسرة، بالنسبة اتفضل معاك. معلش.
يعني مجالات كتير احنا اتكلمنا فيها، وطبعا في الحلقه السابقه طبعا اتكلموا للساده الاساتذه اللي كانوا موجودين، وده شيء عظيم بالنسبه للجمعيه. وطبعا في حاجه اسمها احنا بالنسبه لمشروع سترة، وفي عندنا كان عندنا مشروع سترة طبعا، وكان احنا طبعا في تشطيب منازل، بقينا ناخد المنزل على الطوب الاحمر ونشطب المنزل على المفتاح، يعني شيء عظيم شيء عظيم. فده دي من ضمن النشاطات بالنسبه للجمعيه في اختصار برضو، احنا ما اتكلمناش في كل حاجه، ولكن احنا بنشكر حضراتكم لوجودنا معاكم دلوقتي، وده شيء عظيم بالنسبه لنا يا فندم، وبنتعلم من طارق بيه طبعا شغل جديد هينفعنا في شغلي برضو ان شاء الله. شكرا يا استاذ مصطفى، هنرجع لك مره ثانيه، ولكن بقى نروح بقى للي احنا جايين عشانهم. حافظ القران الكريم، عرفي نفسك للمشاهدين وحافظه كم جزء ومنين. اتفضلي. اسمي يارا محمد محمد زغبي، عمري 16 سنة، من مكتب حسين من أجدة القاهلية. قرب المايك كنت بتتكلم، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ما شاء الله، صدق الله العظيم. أحسنتي أحسنتي، ربنا يبارك فيك. تفضلي. اسمي سهام جهاد إبراهيم علي سعيد، من قرية مدهب الحسين، مركز أجهزة قالية، عمري 15 سنة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة صدق الله العظيم. تفضل.
اسمي ياسمين محمد محمد الزغبي، عمري 16 سنة، مكتب الحسين، مركز أجد قهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. صدق الله. نتعرف على البنوتة الحلوة دي. تعالي هنا تعالي. لا هم تعالنا يلا عرفي نفسك للمشاهدين كده. تعالي يا الف كده تعالي نعم الشيخ اسماعيل. الله يبارك فيك. الكاميرا هنا. اسمك ايه؟ عرفي نفسك للمشاهدين. اسماعيل. قولي عندك كم سنه؟ 6 سنوات. منين؟ من مكتب الحسين. مكتب الحسين. سمعنا النهارده؟ لا يلا سمعنا النهارده. سوره القيامه. اتفضل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدك ولا صدلا ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم. نروح لمستر أحمد. تقولي النهارده والطفلة الجميلة دي بتلقى على الهواء لأول مرة في برنامج صوت بلد. طبعا نقول بسم الله ما شاء الله الأول. احنا عندنا احنا بنعلم الطفل قيم، ما بنعلموش القرآن بس. طبعا القرآن بيعلمه كل شيء، بس احنا بنعلمه قيم وميول ومهارات. اتجاهات الطفل اللي بتتحدد عندنا من خلال القرآن الكريم، زي ما حضراتكم شفتم كيف هي ملتزمة بالأحكام، الحروف اللثوية بتخرج لسانها في كل حاجة. ما شاء الله أولادنا في دار الخير لما يخرجوا برا في أي مسابقة هم بيشرفونا في كل حاجة. طبعا سؤال حضرتك جميل، بس أنا كنت بستأذن حضرتك أن أنا كنت عايز من خلال برنامجكم صوت بلدنا أن أنا أحيي أبويا وأمي. على فكرة أبويا مش متعلم، أبويا مش متعلم، ومعاه 4 رجالة إخوات كلهم معهم كليات ما شاء الله. كان كل هدفه في حياته ان هو علمنا بس. مش مشكله نطلع ايه، ما كانش استاذ طارق
بيسأل حد فينا انت تدخل علم ولا اداب، واحنا من هنا بنقول له ربنا يبارك فيك وفي اولادك ويرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه اكتر واكتر واكتر. ربنا يجزيك خير يا استاذ طارق. شكرا يا ابي حبيبي. نروح بقى للشيخ الجميل، عرفنا نفسك للمشاهدين كده ومنين وحافظ ايه. اسمي عبد الله ابراهيم عبد الله اسماعيل عيسى، انا من ميت ابو الحسين اكيد قهليه، عمري 12 سنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين صدق الله العظيم. أستاذ طارق درويش، في نهاية فقرتنا تحب تقول إيه النهاردة لحفظة القرآن الكريم؟ أنا عاوز النهاردة أقول لبيت القرآن الكريم اللي هو الحاج عبد الله، هو السبب في وجود اللي إحنا فيه النهاردة وفي قارة المعوسين وفي الغراءة، وإحنا نفسنا نبقى موجودين أكتر من كده كمان، وإن شاء الله هنبقى موجودين في كل الأماكن، مش في الغرقة بس ومتحف حسين بس، لا هنبقى موجودين في المحافظة كلها بالكامل. وإحنا عندنا أطفال كرموا على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى القرية وعلى مستوى مركز أجا، والتكريم ده كان بيتم من خلال طبعا الجهات المعنية وزارة الأوقاف ومحافظ وكل الجهات اللي هي بتهتم بالقرآن الكريم. وكان طبعا في الفترة اللي قبل كده عاوز اتكلم في اللي بين الماضي والحاضر في القرآن الكريم. كان في الماضي عندنا الشيوخ بتاعتنا اللي كانت موجوده الله يرحمهم، الشيخ احمد البيومي والشيخ عبد الحميد الطويل والشيخ النبويه والشيخ مصطفى فرحات والشيخ محمد عوض. ده الماضي بتاعنا الجميل اللي احنا لحد دلوقتي لسه بنعيش عليه. وجيلنا بقى يعني في الحاضر الشيخ ابراهيم عيسى والشيوخ الاجلاء والراعي الرسمي للكتاب الحاج عبد الله اللي انا دايما على طول بحب اتكلم عنه لانه هو السبب في البيت ده، بيت القران الكريم. واحنا يا استاذ طارق من هنا من برنامج صوت بلدنا قناه الصحه والجمال هنكرم كل انسان حفظ حرف لاي طفل، هنكرمه ان شاء الله في قريه الغراء باذن الله، وهنعمل اكبر حفله تجمع عندكم في قريه الغراء باذن الله تعالى. إن شاء الله مش هتكون اخر حاجه. الاستاذ طارق هيبقى ليك مفاجاه عندي في نهايه الفقره ديت، مش علينا دلوقتي، ومفاجاه لقريه الغراء باذن الله تعالى. تعالوا بقى، عاوزين صوت بلدنا يبقى موجود في بلدنا على طول باذن الله. باذن الله هذه المفاجاه اللي انا محضرها. ويعني احنا النهارده طبعا الدكتور طارق والاستاذ عزه بصراحه احنا يعني شايفين ان هم مش اعلاميين بس، لا ده اعلاميين وفي نفس الوقت كمان موجودين معانا كانهم عاوزين يشتغلوا معانا في عمل الخير باذن يعني الله. احنا من الحلقه اللي فاتت مبسوطين جدا بقريه الغراء، شرف لينا والله في اعمالها الخدميه والتطوعيه. ولكن بقى هنروح بقى للفاكهه اللي الشيخ ابراهيم قال عليها في نهايه فكرتنا، اصغر امام وخطيب في قريه الغراء، نسمعه كده
وشك للكاميرا كده وعرف نفسك للمشاهدين وعندك كم سنه يا حبيبي؟ اسمي مصطفى محمد مصطفى، عندي 12 سنه، حفظت القران الكريم وانا عندي 9 سنين. انا من ميت ابو الحسين اجا محافظه دقهليه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي لم يزل متفردا بصفاته وأسمائه، أنزل القرآن الكريم على قلب نبيه وحبيبه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتذكرين غير خفي على المدكرين المتعقلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. صل ربي وسلم وبارك عليه أبدا دائما سرمدا إلى يوم الدين. وتضوع البيت الحرام شذا وما سواه الردى، فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شبا، وتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى، فأجابت السبع الطباق سن بعالم كنبدا، فاليوم أسراء ومعراج أقيم لأحمدا، جبريل نادى في السماء وراح فيها واقتدى، نادى الملائكة في العلا حي النبي محمدا. أما بعد معاشر المسلمين، فقد تأمل الأدباء كلام الفصحاء فوجدوا أن أصدق الحديث كتاب الله، وتمعنوا أقوال البلغاء فوجدوا أن أصدق الحديث كتاب الله، ونظروا في نظم الشعراء فوجدوا أن أصدق الحديث كتاب الله، إنه كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، له تأثير عظيم على النفوس، وله سلطان رهيب على القلوب، تتلذذ الأسماع بتلاوته وتنشرح الصدور بآياته، فيه القصص الباهرة والمواعظ الظاهرة والأحكام الزاجرة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فلا يحرم صاحب القرآن الأجر أبدا. اصغ بسمعك إلى رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن القرآن يأتي يوم القيامة إلى صاحبه وقد انشق عنه قبره، فهو كالرجل الشاهد، فيقول القرآن لذلك الرجل: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا القرآن، أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأصمأت نهارك، وإن اليوم كل تاجر وراء تجارته، وأنت من وراء كل تجارة. أحسنت أحسنت، وربنا يفتح عليك يا ابني وربنا يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله. بس بلغ سلامك ما شاء الله مني هنا، إنك إن شاء الله يكون لك شأن كبير بإذن الله، وكل حافظ القرآن اللي حضر معايا النهاردة لهم شأن كبير. في نهاية حلقة الحلقة في ثواني، أنا عاوز أقول طبعا للأصوات الجميلة دي، عاوزين نشوف أصوات جميلة في كل مكان، مش في غراء وانت حسين بس، لا إن شاء الله هنشوف في كل القرى اللي موجودة داخل مركز أجا وداخل محافظة الأهلية بالكامل. وعاوز أقول برضو لحضرتك إن إحنا قبل كده اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الأنشطة الجمعية وعن الناس اللي بتقوم معنا بالعمل الخيري. طبعا إحنا عندنا الحاجة تقية ببلغ طبعا بالشكر والتقدير لقناة الصحة والجمال وصوت بلدنا رئيس مجلس إدارة، وعندنا كمان المهندس أحمد سامح من الشباب محمد طاهر، وعندنا الأستاذة مي عمرو اللي هي كانت بتشتغل معانا ليل ونهار وما زالت لحد دلوقتي. انت استاذ طارق عاوز حلقات وحلقات، وقارئه الغراء عاوزه حلقات وحلقات. كمل بس والله دقيقه واحده بس، اتفضل. ثواني مش دقيقه، ثواني مش مشكله. هو حضرتك كمان احنا عاوزين نقول ان احنا كنا موجودين الاول في الغراء بس داخل قاره الغراء،
ونشتغل جوه القريه فقط، اصبحنا موجودين مش في القريه بس، لا في الغرقاء او مركز اجا والمحافظه بالكامل باذن الله تعالى. خلال التحالف الوطني بقينا موجودين مع الكيانات الكبيره والكيانات الصغيره، وكله بقى مع بعضه داخل دايره واحده. حبيب وقدمنا مشروعات كتير وقدمنا انشطه كتير وتم تنفيذها على ارض الواقع، وحتى الان شغالين ونفضل شغالين طول ما انتم معانا على طول. شكرا استاذ طارق درويش المدير التنفيذي لجمعيه تنميه المجتمع بالغراقة. شكرا للشيخ ابراهيم عبد الله عيسى، شكرا للاستاذ محمد عبد الله عيسى، مستر احمد عبد الله عيسى وعائلات عيسى، لهم مني كل تقدير واحترام. طارق احمد درويش ومصطفى الشرباجي بقى المفاجاه لقريه الغراقة ومركز اجا، ان شاء الله تم اختيار مراسل لبرنامج صوت بلدنا، ان شاء الله الاستاذ طارق الشرباجي مصطفى الشرباجي يشرفنا، وكل الايجابيات لقريه الغراقة والقرى المجاوره ومركز اجا بالكامل الاستاذ مصطفى الشرباجي مراسل لبرنامج صوت بلد. الشيخ ابراهيم عيسى تقول ايه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. انا دايما الحاجه الله يبارك لها كانت تدعي لي وتقول لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال، فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى انا بشكر قطار الخير الاستاذ ابراهيم درويش وطبعا الاستاذ طارق درويش، دول حاجه جزاهم الله عنا وعن الاولاد دهيت كل خير وكل احترام وتقدير ليهم، وربنا يبارك فيهم ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم وكل سنه وانتم طيبين وشرفتونا ونورتونا. ونطلع بقى لتقرير مهم جدا لهديه من البرنامج للكابتن حازم ناجح، كل سنه وانت طيب. دنا البرنامج ونستقبل كابتن حازم ناجح عيد ميلاده النهارده، بنقول له كل سنه وانت طيب. اوعى حد يحضره في حته ثانيه. Happy birthday to you.
أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية قطار برنامج صوت بلدنا اليوم من قناة الصحة والجمال، وآخر فقرة كانت هدية من برنامج صوت بلدنا للكابتن حازم ناجح دينامو برنامج صوت بلدنا. بنقول له كل سنة وأنت طيب، عيد ميلاده النهاردة، وطبعا جمعة مباركة عليك وعيد ميلاد سعيد عليك النهاردة وسنة جديدة عليك يا كابتن حازم، منورنا ومشرفنا يا كابتن. ربنا يخليك الأستاذ الغالي المحترم أستاذ طارق، الأخ الكبير القيمة والقامة الإعلامية، سعيد جدا ومفاجأة اتمنى اكون استحقها ان شاء الله، ويا رب نكون ضيوف خفاف كده على الساده المشاهدين في جميع انحاء العالم ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن حازم. استاذ عزه زكريا، النهارده اول مره يحصل في برنامج صوت بلدنا ان احنا نحتفل بعيد ميلاد واحد من اسر برنامج صوت بلدنا، مدير تحرير برنامج صوت بلدنا، دينامو الشعلة لبرنامج صوت بلدنا، تقولي النهارده كده استاذ عزه. طبعا كل الاسره بتكون للكابتن حازم التقدير والاحترام على اللي بيعمله للبرنامج، فعلا كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن حازم. كل سنه وحضرتك طيب، مبسوطين جدا بحضرتك. ربنا يخليكي الاعلاميه المحترمه صاحبه الكاريزما والطله الخاصه جدا استاذه عزه زكريا. البرنامج بحضراتكم في حته تانية، وليه الرياده والسياده بالمحترمين المجتهدين المتفنيين، احنا في حته تانية، وكل سنه وحضراتكم طيبين. سنة وحضرتك نطلع طيب. كابتن حازم وعزه، فصل سريع ونرجع لكم تاني. كابتن حازم، انت مالك طالع بالعالي كده والدنيا كلها فرحانه النهارده وعيد ميلاد سعيد عليك، وكابتن سحر فريد وكابتن سعيد جاي من طنطا يهنيك النهارده، واهل الشرقيه جايين يهنوك، وكنا بقى في حفظ القران الكريم حلقه ولا اروع من كده، واصوات جميله وعصافير الجنه وعائلات درويش، والدنيا كلها مظبطه النهارده ومحتفله بيك النهارده عيد ميلاد. تقول النهارده وسنه جديده لبرنامج صوت بلدنا في وجودك معانا. ربنا يخليك يا استاذ طارق، يا رب سنة جديدة علينا سعيدة يا رب، محققين فيها كل أملنا وأحلامنا في برنامجنا المحترم الغالي برنامج صوت بلدنا. من خلال حضرتك والأستاذة عزة بشكر المحترمين الأفاضل اللي جم النهاردة من الشرقية ومن البحيرة ومن كل مكان عشان يقولوا لي كل سنة وانت طيب، ده فوق راسي. وبقول لحضرتك برضو من خلال حضرتك يا أستاذ طارق النهاردة، بقول لأكاديمية الكابتن في البرامون عاملين برضو النهاردة، وحضرتك عارف ومتحاور معايا، ممر شرفي المحترمين كابتن علاء عبد الحميد، كابتن محمد فتحي، كل الكباتن المحترمين وكل اللاعبين واولياء الامور، بقول لهم مليون شكر، وسعيد جدا بانتمائي لهذا البرنامج الرائع والافاضل اللي موجودين فيه. والاستاذه ايمان الشرقاوي جايه من البحيره مخصوص هي وبنتها نحتفل بعيد ميلادك النهارده بنكس بلدنا، وانا بقول لك رساله بوجهها لايمان الشرقاوي وعلى الهواء مباشره، ان شاء الله حضري نفسك كمديره مكتب للبحيره لبرنامج صوت بلدنا قناه الصحه والجمال ان شاء الله. طبعا رساله شكر وتحيه للبنوته الصغيره سمر. سمر محمود، سمر دي حاله بجد يعني ما شاء الله رب العالمين، مصممه ان هي تيجي معايا وتحتفل بعيد ميلادي. أيوة. وهي كانت مصممه تدخل معايا دلوقتي، ما جبتهاش ليه؟ هتدخل مع الافاضل اسره البرنامج، مكلف بيها الكابتن سعيد والاستاذ محمد ابو سيف، وهيدخلوا بيها ويبقى لقطه جميله ورائعه كده ان شاء الله، وسمر تجمل اي مكان في العالم. طبعا ما شاء الله عليها جميله. ربنا يخليك حضرتك. طيب استاذ حازم معانا مداخله لحضرتك. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الصحه، صباح الجمال، صباح الخير عليك استاذ طارق، صباح الخير على الاستاذ عزه،
وعلى حبيبي الكابتن حازم بقول له كل سنه وانت طيب. يبقى ام امير على طول. صباح الخير. الصوت الجميل ده ماشي في شراييني حبيبي. ربنا يخليكم لبعض. نعرف مين اللي بيعكس كده. لا الصوت الجميل ده يا استاذ طارق يا استاذ عزة شريكه العمر. ام امير كل سنه والكابتن حازم بخير وسعاده. كل سنه وانت طيبه يا استاذ عزه. كل سنه وانت بصحه وسعاده وكابتن حازم والاستاذ طارق. كنا نتمنى والله تكوني موجوده معانا النهارده. او انا والله بس بصراحه مشوار يعني جو حر. ربنا يديك الصحه ويخليهولك حاجه مشرفه وراجل محترم وذوق وصاحب صاحبه. وهنقعد نقول ومهما نقول مش هنجيب حق كابتن حازم ناجح. طبعا اكيد طبعا كابتن حازم حبيبي الكل وحبيبي الناس كلها. دينامو الصحه والجمال دينامو حياتنا. ربنا يخليك يا رب. بسم الله. ما اللي بقوله هو بيتعلم الكلام من ايه؟ اترينه من ام امير. ما يمكن هو علم ام امير. هو فعلا من عاشر ام بقى يا استاذ عزه. يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيه يا رب. بصراحه هو يتحب ما شاء الله عليه. انسان خلوق ومحترم. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه. معايا كمان كابتن امير حازم عايز يقول لبابا برضه كل سنه وهو طيب. اتفضل يا امير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. وكل سنة وبابا طيب وبخير. عايز بس اقول له بابا حاجة والله يعني لو اقدر الخص له يعني كل الكلام اللي جوايا اقول له شكرا ان انت في حياتنا. لان انا من غير الراجل اللي قدامكم ده انا ولا حاجة. كلنا اجمل ولا كلمة حاجة. قلتها يا امير والله. يعني انا بشكر ربنا ان فعلا ان انا ابن حازم ناجح. ده كل اللي اقدر اقوله. ربنا يجعلك بر بوالديك. وانا برضك بوثق كلامك واقول لك شكرا يا كابتن حازم ان انت اخ ليا وسند ليا لبرنامج صوت بلدنا. ربنا يخليك يا استاذ. انا عايز اقول لامير باذن الله رب العالمين يا امير نفرح وانت متخرج من لسانس حقوق في خلال ايام ان شاء الله وتبقى فرحتنا الكبيره. وبشكر اختك حبيبتك امنيه موجوده معانا في الكنترول روم موجوده وتدخل معانا دلوقتي. وانا سعيد بالمكالمه دي فعلا حسستوني بعيد ميلادي انه ذات قيمه ونحمد الله بحب الناس صار ولا تعد ولا تحصى ما شاء الله رب العالمين بفضل ربنا الله. يبارك كرم لكم. ربنا ربنا يبارك لكم. وكابتن حازم انت شايف ايه البرنامج صوت بلدنا؟ استاذ طارق انا شايف في صوت بلدنا بجد بقى نتكلم بقى يا جماعه نبعد عيد الميلاد شويه. شايف صوت بلدنا في حته تانية خالص. الحمد لله رب العالمين. الموسم ده كان موسم استثنائي وزي ما قلنا موسم النجاحات في كل المجالات. برنامج شامل جامع في حته تانية وبيناضل ليحافظ على الرياده والمقدمه بفضل الله. الموسم ده او السيزون ده الحلقه 36 او 37 على التوالي. فقرات طبيه، فقرات رياضيه، فقرات دينيه، فقرات شامله جامعه مشاكل وبنحلها مواهب وبنعرضها معلقين كوره وبنقول لهم تعالوا خدوا فرصتكم. ايه الجمال اللي فيه برنامج صوت بلدنا؟ بفضل ربنا سبحانه وتعالى والافاضل المخلصين والمحبين والمتفنيين في خدمه هذا البرنامج. احنا في حته تانية يا استاذ طارق وده بيخلينا نجاهد ونناضل ان احنا نفضل كده ما بننامش. ربنا اعلم ان احنا ما بننامش عشان نفضل في المقدمه والقادم افضل ان شاء الله. وانا على يقين بده باذن الله. وبرنامج صوت بلدنا وقصد برنامج صوت بلدنا كابتن حازم محضرين لك حاجه كده. وقصد البرنامج حاجه كده بسيطه جدا من قصه البرنامج نشوف مفاجاه الكابتن حازم ونرجع لكم تاني. كابتن سعيد كابتن سعيد محضر لنا التورته. اتفضل كابتن سعيد. معلش مش هنقدر نمشي بقى مش هنقدر نقوم معلش. اتفضل 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 قصه البرنامج. ويا ريت حفظه القران الكريم وقريه الغراءه يحضروا الاستوديو. استاذه ايمان الشراوي بعد اذن حضرتك يا ريت تحضر لنا في الاستوديو. استاذ محمد كل سنه وانت طيب. منورنا وشرفتنا. اتفضلوا يا استاذ طارق. اتفضلوا 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 يا استاذ طارق. اتفضلوا بسرعه بس يا جماعه بعد حضراتكم. اتفضلوا بسرعه بسرعه. تعالى يا استاذ طارق هنا بعد اذنك. استاذ طارق روح شيل هديتك بقى.
هتقولي ايه الحزومة النهاردة؟ أعزائي المشاهدين، ودي كانت تكريم من أسرة برنامج صوت بلدنا لكابتن حازم ناجح مدير تحرير برنامج صوت بلدنا. أسرة جميلة، أسرة سعيدة، ودي كانت حاجة بسيطة كابتن حازم إن احنا نقدمها لك. الدكتور طارق درويش هيقدم لك حاجة بسيطة كده على الهواء. حبيبي آسف إني مش عارف. عائلات درويش. حبيبي آسف، آسف إني مش بقوم لحضرتك. حبيبي تسلم لي، تسلم لي يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانت طيب يا كابتن حازم، ونطلع تهنئة من برنامج صوت بلدنا لكابتن حازم هيقول على الهواء تهنئة. اتفضل. غادة أيمن وجد الباز وأحمد العريس والعروسة لأسرتنا الجمال، بنقول لهم مليون مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ومنورين الدنيا. كان الفرح الزفاف السعيد كان أمس يا أستاذ طارق، أستاذ عزة، الأفاضل موجودين، وربنا يسعدهم ويسعد أولادكم وكل اللي يخصهم. كل سنة وأنتم طيبين، وشكرا لأسرة برنامج صوت بلدنا على المجتهدين سحر فريد، كابتن سعيد، إيمان الشرقاوي اللي جات لنا من البحيرة، والاستاذ محمد سيف، دعاء فتاح، كل الناس اللي حضرت النهارده، وعلي الدرويش ومحمد سمير ابو نوفل اللي شرفنا النهارده، استاذ مصطفى الشربجي، وكل الناس اللي حضرت معانا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.